أوسكار الإذاعة الوطنية هو حديث عن أعمال مميزة ومتوجة في عالم السلطة الرابعة. اليوم الأوسكار باش يقعد لهنا بحذينا في الدار، لأنه باش نحكي لكم على جوائز تحصلت عليها الإذاعة التونسية في مسابقة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. بحذية وفاء بركة، صباح النور ومرحبا. صباح الخير، صباح النور ليليا، شكرا على الاستضافة وألف مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية. خذينا أربعة جوائز، جائزة التبادل، واخدين جائزة الإعلام الجديد عن طريق إذاعة المنستير، برنامج مجرد سؤال، موضوع الميكروبلاستيك، أعداد وتقديم محمد أمين الصيادي، إخراج وليد بوخريس، سكريبت ناجي بن حسن، تصوير محمد مرزوق وياسمين بيزيد. أخذينا جائزة المسابقة أدب الشباب مع وفاء بركة ميتابوك، واخدين الجائزة الأولى في مسابقة العلوم، برنامج حاسوبين وعقل مفكر مع مروة بن مسعود، وإخراج أنور العياشي والهندسة الصوتية للسعد الدريدي. مبروك لكل المتوجين والمتوجات. أنا اليوم باش نحكي مع وفاء وباش نحكي مع وليد بوخريس، خدينا الجانب الصحفي والجانب الإخراجي، المخرج الإذاعي، لأنه زادة هما جنود الخفاء والكواليس. نعم. ولكن هات فرصة نسلط الضوء على خصوصية هالدور هذية متاع تجميل الفكرة الإذاعية وإخراجها. وفاء بركة، مرحبا بيك. مرحبا بيك مرة جيت بحذينا قبل. نعم. لأنه عندك محتوى علمي مميز. نعم. جدا، ومشيت في الاختصاص هذية من سنوات رغم ثنية صعيبة من انتي. نعم. حفرت فيها، وهذا واحد من تتويجات جهدك لسنوات. نعم صحيح ليليا، يعطيك الصحة مرة أخرى. وذكرت انتي برنامج إريكا، هو البرنامج العلمي اللي كنت حاضرة بيه معاك في يعني الإذاعة الوطنية، وهو برنامج ميتابوك هو ليد. نعم. برنامج إريكا، لأنه كان عنا يعني فقرة إريكا بوكس، كنا نحكيه على الكتب سواء علمية أو حتى أدبية، ونختاروا يعني معلومة علمية ونحكيه عليها من خلال الكتب. ثم اتطورت الفكرة مع مجموعة من الشباب، وإحنا بتبيع في إذاعة الشباب موجهين للشباب بصفة يعني أولى، خدينا قلنا علاش ما نطوروهاش مع مجموعة من الشباب التونسي اللي هما راهو في اختصاصات مختلفة علمية وأدبية. فكانت فكرة ميتابوك اللي انطلق في أفريل 2022. نعم. وكانت الحقيقة تجربة رائعة، ونجم نقولوا اللي سمعوها إنها فيها تجديد، فيها نفس آخر للبرامج الأدبية اللي تعنى بالكتب. هذا هو، احنا باش نسمعوا بعد شوية، نسمعوا المستمعين الحلقة المتوجة مقتطفة تفيت منها، ولكن نحب نحكي معاك في الاختيار. هذا الاختيار الصعب، العلوم والأدب يستحق برشا وقت، برشا شهد، برشا بحث، برشا معلومات. ما تقولش ساعات خنبدل نمشي لها الحاجة أسهل، حاجة أبسط. علاش الثنية هذية وفي بركة؟ والله أنا من الأول مني أنا نقرأ نحب الحاجة الصعبة. أي؟ الحاجة السهلة بون هو فمش سهل وصعيبة. أي؟ والحقيقة كل حاجة فيها مجهود باش توصل للامتياز. هذايا هو معناها كي نقولوا العلوم علاش متخوفين، ولا هو السؤال ديما يطرح عليا. أي؟ دونك خافوا من العلوم. اي شبيك مشيت ما خفتش من الاول، قلت لي علاش باش نخاف، لانه راهو هنا دور تكوين دور هو اي من الاول. يعني انا يعني باك رياضيات. أي؟ ثم اختصصت يعني كان اختصاصي في مجال الصحافة. يعني كنت ملمة نحب يعني المواد الأدبية والعلمية في نفس الوقت الحقيقة. وأنا رأى أنه المستقبل البلاد ومستقبل تونس في شبابها بالعلوم بالأدب، وهذه حاجة جزء راهو لا يتجزأ، راهو كي نقولوا نحن العلوم راهو مش كان في العلوم الصحيحة، راهو الإنسان وتكوينه وتفكيره مهم في بناء أفكار جديدة. هذا هو معناها حاجة تكون متكاملة. نعم. يعني في تفكيره وفي وجدانه وكل إحساسك المشاعر هذيك اللي تتطور مع قراءة الروايات وتجارب أدبية لكتاب معناها معروفين معناها وطنيا وعالميا، وخاصة احنا نسلطوا الضوء على الشباب اللي قاعد يلوج في قلم جديد باش يوصل
ويعاودك المصافحة الجديدة مع الشباب اللي قاعد يطلع على التكنولوجيا وعلى التقدم العلمي. وهذا زاد تحدي آخر وفي بركة، لأنك تقول اليوم أدب وشباب في 2024، الناس كل على تليفوناتها على والناس كل في إيقاع سريع جدا يقرأ تدوينة، هو يا ربي يكملها باش يقرأ كتاب، يقرأ كتاب على العالم الرقمي. يعني زاد هذا ملول إذا كان تصور تطرحها كفكرة تظهر صعبة في المنال أنك تخلق لها جمهور. نعم، هذا هو معناها البداية، هذا التحدي اللي حبينا نصلوا له من خلال ميتابوك. أنت تلقى أنه في نفس عمرك، في نفس معناها توجه من الشباب اللي يطلع كما قلت أنت، معناها الكل معناها متوجه للصورة وللفيديو وللوديو، كيفاش أنت باش تجمع هذا الكل مع المعلومة المفيدة واللي في بلاصتها واللي في وقتها. نعم، جمعت هذا الكل. الشباب هما اللي يحكيوا على الكتب وهما اللي يختاروها. وين مساحتك أنت؟ وين تدخل؟ وين توجه؟ وين هو التوجيه الحقيقة؟ من أول الفكرة، خاطر أنا نحب المشاركة جماعية تكون، نطرحوا كان عنا يعني جروب على الواتساب، كل واحد يطرح الفكرة ونختاروا العنوان الكتاب. هو مجموعة فقرات فيها يعني البرنامج، في وقاية الكتاب كل واحد يعني يطرح عنوان وحسب يعني الأحداث وحسب يعني الأوضاع وحسب معناها أفكارنا وين مش تتوجه، نختاروا عنوان الكتاب ويكون النقاش عليه في برنامج ميتابوك في وقاية الكتاب. نعم. أنت فما كتب عناوين تعرفت عليهم في البرنامج؟ أكيد هذية. أكيد، خاطر كل واحد عنده قراءاته وكل واحد عنده يعني ميولات لأجناس أدبية مختلفة، ونتعرفوا على كتاب جدد، نتعرفوا على عناوين جدد، وهنا يصير النقاش، وخاصة النقاش في الشخصيات اللي وأبطال الرواية، وكل واحد يبدأ يدافع على بطل معين وعلى شخصية معينة وعلى فكرة، وهنا يجيك النقاش الثري اللي الحقيقة برشا اللي بعد يتصلوا بينا يقول معناها خليتونا نرجع أنه نكتشفوا هالعناوين. ساعات أنت قريتها معناها الكتاب لكن تنسى بعض التفاصيل وبعض الأحداث، محلها كي نرجع ونقشوها بأفكار جديدة، بأفكار يعني رؤيتي ورؤية ليليا رؤية يعني المجموعة اللي نحييهم الكل، وكل مرة الحقيقة نذكرهم، دراوي دلالة نفسي، أي عاشور، أيمن دراوي، أميرة الورفلي، لبنى بوكادي، يعني مجموعة مختلفة راهو من اختصاصات مختلفة علمية وهذا أدبية. زاد عصري جدا اللي قدمته وفي بركة في ميتابوك، لأنه اليوم توجد في العالم نلقاو المجموعات الذية كما ذريدر كما غيرها موجود. اللي تقرأ وتتبادل الأفكار. يعني أنت جبت فكرة من العالم الرقمي ناجحة جدا وهبطها للعالم السمعي. نعم، هذا هو، لانه المستمع كي يسمع حصه لمده ساعه وانت تحكي معاه على يعني الجانب الادبي المعلوماتي الافكار، هنا يعني نسق الحصة لازم تكون عندها نسق في هكا تشويق، في حيوية مش يجلب المستمع، وهنا الحقيقة في اختيار أو وجهة النظر هنا الإعلامي وصاحب الفكرة كيفاش يوجه الحصة. نعم. يعني أكيد راهو أنا راهو الحقيقة هي ساعة، لكن ساعات نبدأ ونحكي بالأربعة وخمسة سوايع، يعني كيفاش هذايا باش تاخو لب الموضوع وكما نقولوا الجزء المهم اللي أنت تحب توصلوا للمستمع. يعني نجم أنا راني في عنصر بركة من المجموعة نجم نعمل زوز ثلاثة حصص يعني من كم المعلومات اللي موجودة اللي لكن لازمها تكون متنوعة، ما نمشيوش في الركود وأنا نحكي ونبدأ بك التفاصيل بين قوسين، ما نحبش نقول مملة شوية اللي يعني تعمل برشا إخراج زادة وفي بركة. نعم أكيد أكيد تعمل إعادة أكيد إخراج وسيناريو أكيد للحكاية اللي على الكتاب هذية باش تعاود توصلها للمستمعين. هذية تعلمت شوية من وائل خليني نقول للمستمعين وفي بركة دردوري هي زوجة زميلنا المهندس الإذاعي. نعم. وائل يعاون فيك، وائل رفيق الدرب هو الحقيقة يعاون فيها في ترجمة أفكاري، هذا مهم. أنا ديما نقوله يعني الجانب التقني والجانب الإخراجي هو مهم جدا في جمالية ودعم
الفكرة الموجهة للمستمع. يعني الحقيقة هو يطرح يعني رؤيته الفنية، لكن أنا نوظفها في رؤيتي الـ يعني الإعداد للبرنامج، يعني والفكرة اللي يحب نوصلها. استغل الرؤية الفنية للدردوري مش أنت تخرجها في هو استغل هو توظيف يعني مش يكون يعني توظيف في بقعته كما أنت دقيقة. على كل نقول لكم الزوز شكرا. انت كل عام وانت بخير على خاطر اليوم زاد عيد ميلادك وعيد زواجكم وائل ووفاء. شكرا. كل عام وانت بخير وفي بركه عيد زواج سعيد ومبروك الجائزه والتتويج المهم في المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. باش نرجع بيك للجائزه، الجميل في الجائزه اللي تحصل عليها ميتابوك انه البرنامج موجود كامل العام، يعني تصوروا هذا الجهد ما كانش مخصص فقط للمهرجان، كان مخصص على عام كامل. نعم هذا هو اللي حبينا معناها نشاركوا ببرنامج موجود الحقيقه، هو معناها في المقاييس انه لازمنا 10 دقائق فقط يعني من اللي باش نشاركوا به، فحاولت اني نشارك بحصه حسب يعني مقاييس المسابقه، انه معناها لازم نقدموا كاتب معاصر قاعد يضيف للمشهد الثقافي، وخاصه يعني عنده اثر على كل ما هو شبابي وكل ما هو تطلعات جديده، فكان ضيف حصتي سامي المقدم، تحيه ليه. ونحب نقول مستمعينا أن إن شاء الله الحصة ستعاد نهار لحد من نص النهار ونص الماضي ساعة ونص الحصة كاملة، لكن نحب نرجع أنه الحصة اللي قدمناها في الأسبوعية لمدة 10 دقائق ومعناها قمنا بتعديل يعني بعض كما قلنا الجانب الإخراجي والتقني، وأضفنا يعني مشهد تمثيلي ويعني فما هكا شوية إضافات على الحصة، تحية زادة السي أنور العياشي اللي كان زادة يعني عاوننا برحابة صدر، نقدم له تحية وإن شاء الله يكون، خاطر هي فكرة برنامج ميتابوك ديما يتجدد راهو، وهذا خاطر نحن الهدف من المشاركة والهدف انه وصلنا خذينا الجائزه الثانيه في مسابقه الادب الشباب، هو الحقيقه فرحه كبيره اكيد، وحاجه يعني تخلي الصحفي او كامل الفريق انه يتشجع وانه يجدد النفس، هذاك حاجه مهمه، لكن الاهم هو انه الهدف منه انه نقدموا ماده اعلاميه قيمة. نعم. يعني في مستوى الإعلام في مستوى الإعلام العمومي ومؤسسة الإذاعة التونسية. نعم. وإحنا في خدمة المستمع وخدمة بلادنا أكيد. أقعد بحذية وفاء باش ناخذ فاصل صغير قبل ما نمشي لضيفي من إذاعة المنستير، لأنه كما حكيت أنت إحنا في تكامل، نحكيه على الصحفي ونحكيه أيضا على المخرج الإذاعي من المتواجين في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، برنامج الإعلام الجديد، برنامج مجرد سؤال مع وليد بوخريس اللي باش نستقبلوه معنا بعد الفاصل، فاصل السلطة الرابعة أنيس إذا كان متوفر، وبعد نمشيو مباشرة لضيفنا المخرج الإذاعي من إذاعة المنستير وليد بوخريس. السلطة الرابعة وليد بوخريس، ألف مبروك ومرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يعيشك، ألف مبروك لنا الكل، المؤسسة الكل ألف مبروك لها التتويج هذا اللي بالحق فرحنا به برشا برشا، وسنة كانت عام مميز، معناها الإذاعة التونسية خذت 4 جوائز وبالحق حاجة تشرف على الآخر، وإن شاء الله ديما هيك نكونوا متميزين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. الجميل في جائزة إذاعة المنستير أنه برنامج في الإعلام الجديد اللي هي أول دورة في الأسبوع في مسابقة الإعلام الجديد، أنك تمشي تنافس مع ناس ومع بلدان متقدمة برشا في المجال هذية، فيتينا شوية هو في الجانب الرقمي والتسجيل والتصوير وتحويل المحتوى الإذاعي إلى رقمي، احنا مازلنا في الخطوات الأولى ولكنها خطوات ثابتة. صحيح صحيح، هو الإعلام الجديد هو
هو يعني المسابقة هذه تعملت في الإعلام الجديد اللي هي الإعلام الإذاعي المتلفز. نعم. يعني قبل يعني كانت الإذاعة كنا نسمع فيها كان على الأم وعلى الأفام بعتلي وننا تور حكيوا على الإذاعة الرقمية اللي هي مش كان نسمعها النجم ونشوفوها زادة، وهذا شيء اللي انتشر في العالم الكل معناها. نعم. حتى في تونس ولينا بشوي بشوية هك شوف الإذاعات متاعنا الكل ولينا نخدمه على الـ على منصات التواصل الاجتماعي معناها. نعم. واحنا اخترنا باش نخدموا على السيبور الجديد هذايا خاطر كما تعرف معناها توا اغلب المواطنين بتليفوناتهم العباد تسمع الاذاعه صحيح في كونتكست معين معناها في الراديو في الراديو يعني نقصد في الكهرباء في الدار، اما اغلب الوقت في دينا التليفونات على السوشيال ميديا هيك علاش حتى الاذاعه التونسيه توجه في الشيء هذايا معناها ولينا نخدموا على على السوشيال ميديا. واحنا اخترنا باش نخدموا على سيبور اللي هو طوندونس توا الوقت الحاضر كيما نقولوا حتى اليوتيوب بيدو اللي يخدم عليه اللي هو يتسمى شورت على اليوتيوب معناها والا ريل وعلى انستغرام وفيسبوك تيك توك وغيرهم معناها. نعم. وفي البرنامج اللي خدمنا ليه احنا اخترنا هالشكل هذاك اللي هو الريل معناها وحاولنا نخدم عليه والفكره نتاع البرنامج اللي احنا ننطلقوا من سؤال بديهي. نعم. اغلب نورمالمون المواطنين يعرفوا الاجابه عليه كما مثلا في الحصه نتاعنا احنا اخترنا السؤال كم عدد القارات في العالم معناها. اغلب الناس تقول 5 6 5 هذه المعلومه المتداوله جدا. صحيح. وهو في العكس وهو بالعكس هما معناها 7 قارات اللي هي عندنا قاره كلها بلاستيك معناها. يعني فكره نتاع البرنامج كانت تحب نوصلوا معلومه جديده للمعلومه نضيفوا معلومه معناها للمواطن. وكما قلت لك من اصعب الحاجات ليليا. نعم. اللي الانسان معناها يوصل المعلومه في وقت قصير وهذه انت تعرف واحنا نعرف الكل اللي هما تسميه البرامج الومضة هذوما اللي انت باش تعمل معناها برنامج في اقل من 3 دقائق لازم توصل الافاده لازم تكثف المعلومه وتخدم على الصوره وعلى السرعه فيها برشا خدمه. صحيح. ونوعيه صحيح. البرامج هذه وليد بوخريس كسرت الحاجز اللي كان موجود بين التقني وبين الصحفي. الصحفي لازم تكون عنده مهارات تقنيه والتقني لازم يفهم في المحتوى، والحقيقه عاودت رسمت الحدود بين المخرج الاذاعي والصحفي. وانت مخرج صحيح. اذاعي ولكن توقعت تحكينا في برشا تفاصيل عن المحتوى. انا كما كنت ممكن تحكي بالضبط يعني ما عادش توا المخرج يلزم يخدم كان الاخراج والصحفي يخدم يكتب النص نتاعه ويقعد يوخر التالي سي با سا سي عمل متكامل. احنا الاكيب اللي خدمناها 5 من الناس بين اللي صوروا واللي كتبوا السيناريو واللي كتبوا واللي قدم البرنامج قدم لهم تحيه لكل زملائي معناها اللي خدموا معايا فريمون شابو. تعبنا برشا الحقيقه تعبنا برشا برشا. الحصه كما قلت لك معناها تقريبا خذيت 3 jours سكسيسيف معناها عملت دنوي بلانش ديجا معناها باش حضرت الحصة في المونتاج واللمسات الأخيرة. نعم. نحكي شوية على المخرج الإذاعي. المخرج الإذاعي واللمسة اللي يفرضها على المحتوى اليوم تصير النقاشات متاع هكا خير هكا أسرع هكا أفضل هكا أقرب للصوت. يعني يصيرك التبادل بيناتكم في الأعداد للعمل هذية في إطار الإعلام الجديد. هو الاخراج. نعم. في مش كان حتى الاذاعي معناها. نعم. الاخراج اون جينيرال المخرجين ينقسموا الى قسمين، فما المخرج اللي عنده الفكره نتاعو ويلزم يحددها ليني كونتينيو ما يدخل حتى في تفكيره ويمشي بالطريقه هذه. اني عكس النوعيه هذه من المخرجين. اني نحب التواصل مع الزملاء اللي نخدموا مع بعضنا. نسمع منك تسمع مني ناخذ فكره من عندك تاخذ فكره من عندي بتتر فكرتك انت تعطيني فكره اخرى او نقاها معناها نستحسنها نخدموها معناها الترافاي اون جروب. يعني مع الترافاي اون جروب اللي هو يعطي نتائج احسن معناها. نعم. وجاب نتيجه واخذته جائزه الاعلام الجديد محمد امين الصيادي وليد بوخريس نجيب بن حسن محمد مرزوق وياسمين بيزيد. انا نحب نختم معاك بان نحلوا شويه دائره النقاش. هذا العمل توج وفي الاعلام الجديد ولكن هو عمل حذر خصيصا للمهرجان. شنو لازمنا اليوم في الاذاعه التونسيه باش نتجهوا اكثر نحو والبرامج الرقمية الصيغة الجديدة هذية اللي لازمها تكون موجودة في الإذاعة التونسية بمختلف محطاتها اليوم؟ احنا لازمنا نواكبوا العصر ونواكبوا خطوات الإعلام الجديد عبر العالم.
نشكرك برشا برشا على السؤال هذايا، على خاطر ما تتصورش انت البرنامج هذا اللي توجه وخذي جائزه في مسابقه كبيره وضخمه كما المسابقه هذه اللي هو تخدم افيك لي مويان دبور بامكانيات قليله برشا معناها. واني كما كنت انت تحكي توا باش كان الاذاعه بالحق تحب تمشي وتتواصل في الفتنيه هذه يلزمنا نوفروا اكثر ماتريال اكثر فورماسيون للناس اللي قاعده تخدم باش نقدموا اكثر. معناها ما عادش توا الاذاعه ما عادش تقتصر على ميكرو كاسك وكونسول، توا لازم نخمو في كاميرا في ليمير في برشا حاجات اخرى لازمها تكون متوفره في الاذاعه، لخاطر هذا كجديد توا هذا اللي ماشي، هذه ساحه المنافسه الجديده. نحافظوا على محاملنا الكلاسيكيه ولكن ما نجموش نغيبوا على الاعلام الجديد. وليد بوخريس مخرج اذاعي من اذاعه المنستير، شكرا ليك اللي كنت معنا، مبروك التتويج مره اخرى، مجددا نهنى الناس الكل اللي يخدموا في المؤسسه بالتتويج هذا. شكرا وليد بوخريس والف مبروك. نرجع لضيفتي، هذا المخرج الاذاعي وهذه الصحفيه وفاء بحذايا، ما زالت وفاء بركه، باش نسمعهم شويه من ميتابوك، هذا مقتطف من البرنامج المتوج في مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هل اخترت النوعية هذه في الاستثمار فيها باش توصل أفكارك للجيل الجديد اللي بعد نوعا ما على المطالعة وعلى الكتاب؟ يمكن هي اخترتني مش أنا اخترتها، لخاطر ساعات كي نقرأ حتى مقال وإلا بحث علمي نقول خسارة المعلومة هذه أنا ما عرضتنيش وأنا نقرأ في المدرسة، ولقيت اللي معلومة ثرية وفريدة من نوعها اللي تستحق باش يقراوها الناس، لكن الناس نعرفهم اللي ما يمشوش البحوث العلمية يمشوا للرواية. يعني الحل الوحيد اللي أنت تحطها في رواية وتخلق حولها حكاية. في هذه الرواية فصل مشؤوم، من الأفضل عدم قراءته، إنه فصل ملعون يحكي قصة مقبضة قد تتسلل إلى أعماقك لتسلبك القدرة على النوم. ترددت طويلا لما بدا لي من الأفضل حذفه، لكنني قررت في اللحظة الأخيرة تركه، فقرار قراءته أو تجاوزه يعود إلى القارئ وحده. انتصف الليل أوكاد في المشرحة، كنت أستعد للخروج عندما ظهرت تلك العجوز المتشحة بالسواد في الباب. سألتها بحزم: من سمح لك بالدخول إلى هنا؟ لم يعترض طريق أحد. ثم أزاحت المنديل الذي يغطي الإناء كاشفة عن كسكسي يتصاعد منه البخار وقالت: أنا بحاجة ليد تعينني على تحريكه، فأنا كما ترى عجوز واهنة. المشهد نفسه يتكرر. قلت متصنعا الهدوء: سأحركه لك بنفسي يا أمه. قالت في دهاء وعيناها تتألقان مرة أخرى: أيادي الموتى أفضل من أيادي. هذا مقتطف من برنامج ميتابوك يتعدى في إذاعة الشباب، هذه الحلقة المتوجة في مهرجان لازبيو. مازلت بحذية وفاء بركة معدة ومقدمة هذا البرنامج، روايات مصورة بالصوت بالمؤثرات، عمل جميل، ولكن إن شاء الله التجربة هذه متاع الرقمي تكون تتواصل أكثر حاضرة على صفحاتنا على إذاعاتنا. نعم، وهذا هو في جزء منه في ميتابوك، احنا يلقاو يعني الحصص مصورة اون فيديو على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، وإن شاء الله نواصلوا في الفكرة هذه واللي هي مطروحة يعني في برنامج ميتابوك. حبيت نختار يعني النقطة التفادية اللي يجمع الفريق كامل ونحييها، يعني وائل دردوري، سي أنور العياشي، يعني صوت سمعنا صوت سي أنور العياشي، وأنس الزمالي في معناها في سبوت للإضافة للنشر. شكرا لهم الكل. مرة أخرى ليك وفاء بركة، لكل الفريق اللي خدم معاك، لكل الزملاء المتواجدين في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. احنا باش نرجعوا بعد موجز الأخبار، عنا برشا حديث على الصحافة الثقافية. شادية خضير وصلت لاستوديو خمسة ومعها هي باش نحكي على الصحافة الثقافية وما ينتظرها من تغطيات في الصائفة وموسم المهرجانات. وزعم الصحافة الثقافية صحافة موسمية نتذكروها من فترة لفترة، وإلا ليه هذا الكل وغيره باش نناقشوه مع ضيفتنا بعد موجز الأخبار.